روحه تسكن المكان وأشعاره تدغدغ أسماع ومشاعر زواره. متحف محمود درويش عندما تكون في حضرة الغائب. أصحبكم اليوم في جولة لهذا الصرح الثقافي في مدينة رام الله. أشهد أن حضورك موت وأن غيابك موتان. هنا يرقد محمود درويش وهنا يسكن بيننا. نحن اليوم في حضرة الغائب. لأنه سيد الكلمة صمم له كتاب مفتوح يحمل بين ضفتيه إرثاً من الشعر والتذكارات والمقتنيات. هنا متحف محمود درويش، حيث الجدران تتنفس شعراً والمكان تسكنه الرهبة والشجون والهيبة. يأتيه الزائر للبحث ربما عن متنفس ثقافي وشحنة من العواطف. هناك أسباب لها علاقة بالدلالة الوطنية، هناك أسباب لها علاقة بحب الشعر نفسه. محمود درويش كان شخص شامل فيما قدمه، التجربة توحي بالكثير، التجربة الإنسانية موحية، التجربة الشعرية موحية، التجربة النثرية والكتابات النقدية والمقالات أيضا تجربة توحي للكثير. متحف يحكي حكاية عاشق القهوة ولاعب النرد، حقيبة سفره التي رافقته في هجرته الأولى من كفر ياسيف إلى حيفا حطت رحالها في متحفه. بطاقته ومتعلقاته الشخصية تقول لهم: من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وصاحب المكان لم يغادر مكتبه، فهذه آخر سترة لبسها ملقاة على الكرسي. أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. شاعر فلسطين والثورة والحب محمود درويش كتب لهم جميعا، وكتب للموت والغياب والانتظار بمداد قلم ممزوج بألم المهاجر واللاجئ والمعتقل. فدرويش جميعهم في شخص واحد. في شخص محمود درويش نموذج يمثل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من تجارب الشتات والهجرة والاعتقال والإقامة الجبرية والتنكيل حتى بمصادرة الهوية وأوامر الاعتقال المتلاحقة، وحتى أشعاره لا تسلم من هذه الملاحقات، كون قصيدة عبرون في كلام عابر أيضا تعرضت للنقد، وعقد البرلمان الإسرائيلي جلسة لمناقشة ما ورد فيها واعتبرها من الأعمال التحريضية ضد إسرائيل. هو درويش واحد لفلسطين، لكن متحفه يسعى إلى صناعة دراويش متعددة تحمل لواء الأدب والثقافة بكل روافدها عبر إقامة نشاطات ومعارض تكرس المشهد الثقافي الفلسطيني. لا نصيحة في الحب لكنها التجربة، ولا نصيحة في الشعر لكنها الموهبة، والشعر والموهبة دوما في ضيافة متحف محمود درويش. لوحاتي لما برسم أنا كتير بسمع قصائد محمود درويش، مرافقة معها تريو جبران. فبالنسبة لي أنا كتير محظوظة إنه متحف درويش يعني رضيوا إنهم يعملوا لي ويقيموا لي هذا المعرض. أنا ممتنة لهم كتير، يعني ما فيش أسباب غير إن نقول محمود درويش. ازدحام الجمهور داخل قاعة الجليل لا يقل عن ازدحامه في ساحة المتحف التي امتلأت بجيل فلسطيني واعد أراد أن تكون روح محمود درويش شاهدة على حقه في الحياة. منارة ثقافية جعلت من أعمال درويش وإنجازاته التي ترجمت لـ 22 لغة عالمية تحجز مكانها على خارطة الثقافة العالمية.
ولم يغب متحف محمود درويش عن الساحة الإنسانية كذلك عندما أضيء باللون الوردي في شهر التوعية بسرطان الثدي. من يأتي إلى فلسطين فعليه الدخول من بوابتها الثقافية، فمتحف محمود درويش نجح أيضا في استضافة مهرجان شعري عالمي، وهي النسخة الفلسطينية لمهرجان سيت الفرنسي. تجربة هي الأولى وتحدي هو الأكبر والأهم في إقامة مهرجان عالمي في بلد محتل، وفي نقل التجربة الأوروبية إلى فلسطين، وفي تجول النشاطات الشعرية بين أزقة رام الله وشوارعها القديمة لإثبات أن الشعر والأدب لا يعرف حدودا ولا قيدا، وأن قلم رصاص يمكن أن يكون أقوى من رصاص الاحتلال.